مندي مندي يا سليمان، عم تضحك عليا؟ عرفت تضحك عليا؟ يا كذاب يا كذاب يا كذاب، انا كنت احس اني في حاجة، كنت احس اني في حاجة. مندي مندي، انا تقعدني جنبك كل ده وتضحك عليا في الاخر؟ انا تقعدني كل ده جنبك وتضحك عليا؟ ماشي يا سليمان، ماشي يا سليمان. يعني ايه؟ لا ولا صنفرة. ايوه يا استاذ فريد، لو شفت الواد سلك قول له ان انا عايزه. حاضر حالا. ايه اليوم ده؟ في يا دوكاتك شوط، مالك متعقل ليه؟ وصلت نتفليكس فصلت، انا متابع عليها مسلسل البروفيسور الاسباني. اسباني؟ اسباني واسترالي وايام ياما. الله يرحم امك، تعيش عيشه اهلك. خلي الواد غندور يجي يعملها لك. لا الواد غندور ده انا شاكك فيه، شكله بيلعب معانا، يقعد يفصلها ويرجعها بمزاجه علشان ياخد فلوس ويعد. جعان ويعملها، الشرط عليه. قول له بقول لك ايه، تجيب لي الحاجه اللي بتفرج عليها ادفع، الحاجه مش موجوده مش هدفع. لا لا انا مش هتعامل معاه تاني، انا قفلت منه. انا هجيب الواد سلك هو اللي يخلص الحكايه دي. ماشي. بقول لك ايه يا واد، هي بنت اختك دي مالها؟ من ساعه ما قالت الواد سليمان هيجي يخطبها، لا الواد جه ولا هي بقت كويسه.